روحني زي الشمس بتغيب عشان ترجع وتجيب نهر أجمل وتجيب ولاد أشجع. أنا وطني زي الشمس بتغيب عشان ترجع وتجيب نهر أجمل وتجيب ولاد أشجع. عارفين طريق البيت مهما الطريق يخدع، عارفين طريق البيت مهما الطريق يخدع. أنا وطني زي الشمس بتغيب عشان ترجع وتجيب نهر أجمل وتجيب ولاد أشجع. عارفين طريق البيت مهما الطريق يخدع، عارفين طريق البيت مهما الطريق. لا انا هقعد جنبك، هتبقى رحله جميله جدا. هدوء يا ولاد، هدوء عشان نبدا رحلتنا. يلا بينا بقى نقول دعاء الركوب. سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انتوا عارفين يا ولاد احنا رايحين فين النهارده؟ حي الاسمرات. برافو عليكم. طب حد يعرف حاجه عن الحي ده؟ اكيد في اكوا بار ومدينه ملاهي كبيره وسينما 7 دي وفيديو جيمز. لا المره دي احنا رايحين حاجه مختلفه خالص، رايحين نشوف ناس حياتهم اتغيرت، هنشوف كانوا عايشين ازاي وبقوا عايشين دلوقتي ازاي. يا ولاد يا ولاد عايزين نبقى منظمين وتسمعوا الكلام. يلا كل اتنين يمسكوا ايد بعض. ميس ميس الحقي زياد مش موجود. مش موجود ازاي؟ زياد زياد هيكون راح فين؟ بس خليكوا هنا وانا هطلع ادور عليه في الاوتوبيس. زياد 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 انت هنا؟ برضو ما لقيتوش، مش عارفة راح فين. بس ميس احنا ممكن نبلغ الشرطة. على فكرة انا ممكن اوديكم، انا ساكن هنا، انا اسمي فارس، اتنقلنا هنا من سنتين بعد ما كنا ساكنين في عرش صفيح في الدويقة. اللي في الصورة دي اختك يا فارس؟ اختي حنان ماتت قبل ما تولد باربع سنين، ما شفتهاش غير في الصور بس، اصلها كانت من ضحايا حادثة صخرة الدويقة، كان نفسي أشوفها وتلعب معايا وتعيش معانا في بيتنا الجديد. يا عيني معلش يا فارس معلش. أهو وصلنا، هو ده مبنى الشرطة. ما تقلقوش من هنا هنقدر نعرف زياد راح فين من أول ما الأوتوبيس وصل. دي اللحظة اللي وصل فيها الأوتوبيس، الساعة كانت 10:17 صباحا. نزلتوا من الأوتوبيس والمفروض إن زياد نزل معاكم صح؟ ايه ده؟ في حاجة غريبة. ايه؟ زياد ما نزلش من الاوتوبيس. كده يبقى هو اكيد لسه هناك. احنا هنتابع الكاميرات هنا لحد ما حضراتكم توصلوا لزياد، ولو حابين اجي معاكم على تحت امركم. مش عايزين نتعب حضرتك، كفاية مساعدتك لينا. العفو يا فندم، ده دوري وواجبي. نشوف بقى الاخ زياد مستخبي فين. ايه ده؟ انتوا واقفين كده ليه؟ هو انا طولت في الحمام للدرجة دي؟ هو انت فطرت ايه النهارده؟ كشري عادي يعني. وانت بتروح المدرسه يا فارس؟ طبعا مدرستي هنا قريبه جدا من البيت، هنا في كل حاجه، مدارس وحضانات وجناين وملاعب كمان. بالظبط يا ولاد زي ما فارس قال، الدوله وفرت كل الخدمات في حي الاسمرات عشان تسهل الحياه لسكانه، عملت مدارس وحضانات ودور عبادة وكل أنواع الخدمات. بس ده كبير قوي. طبعا يا مالك، لأنه اتبنى على مساحة 185 فدان، وده يخليه أقرب لمدينة متكاملة مش مجرد حي صغير. وأكيد طبعا تعبتوا في توضيب الشقة ونقل العفش. بالعكس كل الشقة دي كانت جاهزة وفيها العفش والأجهزة، إحنا يا دوب جينا بشنطة هدومنا بس. على فكرة عمارتنا قريبة هنا، يا ريت تيجوا تشوفوها. بصوا يا ولاد لو لاحظتوا هتلاقوا ان كل عمارة في المرحلة دي فيها 2 أسانسير
ووحدة إطفاء حريق وموتور مية وخزانين عشان لو المية اتقطعت. ياه، ده كمان ذوي الاحتياجات الخاصة عاملين لهم مكان يدخلوا منه العمارة. مصر في وقت قصير جدا يا ولاد قدرت إنها تقضي على العشوائيات في مناطق كتيرة، بعد ما خلت سكانها يختاروا ما بين إنهم يجوا هنا الأسمرات وياخدوا تعويض مادي أو يرجعوا للمنطقة اللي كانوا عايشين فيها بس بعد تطويرها. وديكوا شايفين دلوقتي النتيجة على أرض الواقع، حلم واتحقق. ويلا بقى عشان وقت رحلتنا خلص ولازم نرجع، قولوا الفارس مع السلامة. مع السلامة يا فارس، مع السلامة.